جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة المستمعين بعث يسأل ويقول: هل ورد لفظ أن الله عز وجل فوق السماء في السنة أو في كلام السلف؟ علما بأننا نعلم أنه ورد بلفظ فوق السماء السابعة وفوق العرش وفي السماء وغيرها من الألفاظ التي تدل على أنه على السماء، هل يجوز قول ذلك فوق السماء؟ جزاكم الله خيرا. نعم، وردت أدلة كثيرة من القرآن والسنة تدل على أن الله فوق السماوات فوق مخلوقاته. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قال سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. ومعنى في السماء إن أريد بالسماء السماوات المبنية فإن قوله في السماء يعني فوق السماء أو على السماء، وإن أريد العلو وإن أريد بالسماء العلو فإن في تكون على بابها، أن الله جل وعلا في السماء يعني في العلو. وأخبر سبحانه وتعالى أنه استوى على العرش في آيات كثيرة في 7 مواضع من كتابه، استوى على العرش، والعرش هو أعلى المخلوقات، والله جل وعلا فوق العرش وهو يعلم أحوال عباده لا يخفى عليه منهم خافية.